السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير. أنا يا بخير مي فاتيقي بزاف 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 صراحة. أرهقني رمضان باسكو أنا النوع اللي في النهار نرقد وفي الليل نسهر بزاف. نسهر نشوف المسلسلات, نشوف لي ريزو سوسيو تاني. دونك إرهاق ما لا إرهاق. تعبانة لدرجة كبيرة. لو كان نصيب وحدة جي تغسل لي طيب لي فطور الله الله وتعاوني في معناتي وتدي دعوة الخير من عندي عينيا نقلعهم ونمدهم لها. وهو باش نجاوب بعض المطبلين. أولا للعقول الراقية والناس الراقية والناس اللي عندها رصيد معرفي وثقافي تفهم أنه الاختلاف اختلاف نعمة, وأن نتحدث على أي عمل ولا دور هذا مش انتقاص من الشخص في حد ذاته. نحن نتحدث عن الأدوار, عن دور ما كل واحد عنده وجهة نظره. كاين اللي يشوف دور مليح, كاين يشوف, كاين بالك اللي يتغاضى, كاين بالك اللي ما يعرفش. أنا كإنسانة كمتفرجة مديت رأيي زعما بكل صراحة. كاين بعض الصفحات متسلقين هذول يموتوا على البوز وزعما ويديروا جو سي با كوا ويهضروا. أنا داخلة من خارجة مسكينة مطيشة الناس هذاك العام, وانا رايي احتفظ به النفسي. والحمد لله يا ربي تصريحاتي كلهم اجمعت على الناس اللي قالوا عندها الحق في اي موضوع نقوله, لاني صريحه مانيش مطبله وعمري ما مشيت مع القطيع. ساميه راح تبقى هك ومش باش تبدلها. وكل مره نكتشف اني صح مميزه وما نشبهش القطيع. واكبر دليل انه تصريحاتي كلها مهاجمه. يعني لو كنت غالطة كانوا ما يهاجمونيش, كان واحد ما يهدر عليا. مدامني مهاجمة من طرف القطيع وما نقدرش نقول لهم قطيع باسكو حتى انا نحب الحيوانات زعما الخرفان نموت عليهم, كانت امنيتي ربي خروف. والكلاب تاني انا عندي 60 كلب دونك ما نقدرش نشبههم تاني بالكلاب. المطبلين مليحة. دونك انا نمثل نفسي ما نمثل حتى واحد. واذا انتقدت اي دور ولا ما ننتقدش الانسان لشخصه, وكن لهم كل التقدير والاحترام كامل. فهمتوني كلهم كيما راهم سوالي في بدايته. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله يطيح في مخرج يعرف كيفاش يجيريه. الممثلين كبار على عيني وراسي, مديت رايي كاي واحد. وهذا مكان ونقعد ديما متمسكه بارائي وبافكاري ومنمثل حتى واحد.